بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نترحم على كل الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وعودة حميدة للمفقودين والنصر لقواتنا المسلحة. جيناكم بفيديو جديد مع كامل بسيوني، كامل التفاصيل حول موقف العمليات صباحي هذا اليوم في الدندر وسنجا والسوكي، وأيضا جبل مويا وسنر والخرطوم، وأيضا الدوحة وبحري والجيلي والجزيرة والفاشر. لا تنسوا تعملوا لايك وشير على لايف اس 24 ليصلكم كل جديد. نمشي نشوف الميدان. أول حاجة الدوحة ما شاء الله تبارك الله، جوجو جيش كاك أخضر، معارك طاحنة، اتحركوا ما شاء الله ولا أخذوا معاهم قصة كثيرة، رجال فرسان، بل بس ما شاء الله تبارك الله استلموا الدوحة، ومبدات ما شاء الله قطعوا فيها شوط كبير، مبدات كلها قطعوا فيها شوط كبير، كبير جدا جدا جدا، كبير جدا جدا. وأنا زيارة البرهان الليلة لوادي سيدنا وقعاده مع ياسر عطب، وأنا بقول لكم بالفم المليان بل بس والشغل بدأ، وأنا بقول لك البل بس والشغل بدأ، والحاجة اللي انت دايرها الآن بتتحقق. أمسكم درمان ما شاء الله تبارك الله، شغل نظيف، شغل تمام، شغل ممتاز ولا كشاف. الجنجويد لموا ناسهم من كل الاتجاهات، من كل المناطق، من مدني، من الحصحيصة، من رفاعة، من وين من وين، عملوا متحرك ضخم جدا وصوروا نفسهم وعلى الرعب، وكمان شباب قحاط اتطوعوا دقوا البيبان في سنار، اطلعوا الجنجويد جايينكم، قسما بالله العلي العظيم، شباب قحاطة مشوا دقوا البيبان، الجنجويد جايينكم بيصيروا الفزع من باب لباب، دايرين الشعب كله يخاف. زي ده قلنا لهم شنو؟ قلنا لهم طلقة طواني، بيفتشوا للناس دقوا الابواب، الشباب اللي مشوا دقوا الابواب، الحرامية طوالي توصلهم طوالي نار جهنم، دقوا الابواب قال لهم الجنجويد جاي. الجيش عمل شنو؟ الجيش طوال طيرانه جاهز وعارف، ولما خلوهم يتكوموا ضربوا ضربة كبيرة جدا جدا، وعشان يقفل الحدودة وعشان الجوة جوة والبرة برة، كوبري بتاع ود الحداد دنيا زايدة، اللي بيدخل الجنجويد السكر وغور السكر والمناطق اللي بنتشر فيها دنيا زايدة، بجنجويده بتاشيراته بعرباته بوسخه، والخطوة دي تأخرت كثير خلاص من بداية الحرب. انت بتشوت احنا بنبني، لكن المشكلة يشوتوا الانسان اللي بيبني منه، اللي بيبني منه كعتان يا برهان، شوت اي حاجة، شفت اي حاجة بتشكل عليكم خطر شوت طوالي، ان شاء الله تخليها صحراء احنا رضيانين طالما بلدنا وحقتنا وتبقى بنعمرها، افضل مما الانسان يموت والبلد تقعد. يعملوا بقى شنو؟ يعملوا بقى شنو لما البلد تقعد بدون بشر بدون ناس؟ يعملوا بقى شنو؟ لا في حاجة عندها خصوصية ولا في حاجة عندنا في قلوبنا حاجة. نحن أولاد 15 أبريل 2023، إحنا أولاد شنو؟ 15 أبريل 2023، لا بنعرف ده ماضينا ولا بنعرف ده جدنا فلان ولا بنعرف ده حرب هنا، إحنا يا دوب دي معركتنا الحقيقية في تاريخ السودان. قصر جمهوري فيه جنجويد امسح امه، مستشفى فيها جنجويد شوت ابوها، اي مكان فيه جنجويد امسحهم به احسن نلحق بلدنا. الليله اللي حصل في سنار ده مفروض يحصل من ما دخلوا الناس دي الاتجاه مدني، مفروض الكوبري ده الشات الليله قطعوا اليوم هذيلك، والله اللي جوا مات مات، ولا تقطع تقطع وما عندكم حاجه، انا سنار رجعوا مكانكم وقعدوا، والله امني وامان، ولو ما كان شاتوا الكوبري امني وامان، لكن هسه انا بطمنك زياده امني وامان، لا جنجويد داخل لا جنجويد طالع، الجوه جوه والبره بره، وبهناك الدندير قفل واحتفل استلام كامل. ده الصندوق من وين كده؟ من هنا سنار، من هناك قفلوا عليهم، بهناك الدندير، بهناك باذن الله تعالى قريب نسمح. القصه خلصانه، الجوا جوا ولا عندهم امداد يلحقون ولا عندهم زول، اللي تجمعوا ديل كلهم اغلبيتهم انقرضوا،
كمية كبيرة، كلهم دنيا زايلة. الآن مفروض طوال المعارك، في معارك بدأت، أنا عندي المعلومة، في اتجاهات كثيرة، وده الصح شد الأطراف. دارين المعارك بتاعت بحري أهم حاجة، والمعارك بتاعت بحري مهمة جدا جدا جدا، لأنه بحري فاضية. لما بحري تتأمن بجيش خلاص، بالنسبة لك تاني الطريق باقي لك المصفى. المصفى ده مهما كانت الخسارة، شنو حنخسر فوشنا تاني؟ المصفى ذاته لو نعمله دار عجزة أفضل لنا من هنا مصفى، يتحول أي مكان إن شاء الله يكون محله دار عجزة. شوت أم أبو أم أي حاجة فيها جنجويدي، أكسب زمنك. أفضل لك تخلي الشعب عشان يبني، ولا الشعب يموت عشان أنت تلقى الأرض فاضية. اي مكان فيها جنجويد، اي كوبري، كوبري جبل اولياء، الحاجه اللي خلتك تشوت الكوب، شوت جبل اولياء، شوت ميتين ام جبل اولياء كلها، شوت الكوبري برا، شوت الكوبري، ولا تشتغل بالوهم. دي بلدك وشعب مفوضك قال لك اركب من طرف، ما تتلفت. الناس دي دارين يذلوا الشعب السوداني ويذلوك، دارين يهينوا الشعب السوداني ويهينوك، دارين يركعوا الجيش السوداني اللي هزمهم في المعارك، دارين يركعوا الجيش السوداني، دارين يمشوا يسولوا السلام من عاصمه لعاصمه. من دو انتوا طالما مفوضكم الشعب السوداني يا قحاط، تعالوا السودان، تعالوا شوفوا حال السوداني، تعالوا خشوا شوفوا الشعب اللي انتوا ماشيين تتكلموا باسمه ده. مما بدات الحرب جيتوا راجعين، لقيتوا قابلتوا، جيتوا عملت لكم مكالمه لو جماعيه، مقابله جماعيه كده تلميتوا، ما بتقدروا. معناته انتوا ما بتمثلوا حاجه، ولا الشعب السوداني بيرتضي باي حاجه. ودي الحاجه اللي قالها البرهان في خطاب. الآن يا برهان عندك مناطق لازم تنتهي، لازم تنتهي الليلة بكرة، لازم تبدأ. مش المميتة، المميتة عندك غير المميتة، في عندك حاجة غير المميتة المميتة فيه؟ احنا شوف الحاجة قدر ما تعمل، ما همنا طوب وما همنا مباني وما همنا شوارع وما همنا، همنا هذا الوبا السرطاني ما نشوف في دولتنا السودان. والله تفويضنا لك شامل، ولو داري يوم الجمعة الناس تطلع لك كلها تكتم ضليق عليه، الشعب السوداني يفوضك. بتبني الطوب، بتبني سودان معافى، بتبني وطن بشرف وكرامه وعزه، بتبني وطن اللي احنا دايرينه واللي احنا بنفتخر به بدون جنجويد بدون قحاطه. لكن ما تركع وتركع الشعب معاك، ركوعك ومشيتك معناته انت هزمت الجيش. الحاجه اللي ما قدروا جابوها بالمعارك بيكونوا جابوها بالمكاتب، بيكونوا جابوها بالمكاتب. عشان كذا نحن معاك، دوس اصله ما تاخدك رافه. نحن والله العظيم داعمين جيشنا، بيوتنا تتكسر داعمينه، اهلنا يموتوا داعمينه، بلدنا تتدمر داعمينه، ما يخلوا لنا داعمينه. طالما بلدنا في النهايه بتكون ما فيها الوبا السرطاني ده، ديل زي المارجوت، تعرف المارجوت؟ ديل زي المارجوت، لو ما حركت البيت ما بينتهوا، بيكونوا بيتوالدوا. والله العظيم المارجوت، احرق ام اي بيت فيه جنجويد، عشان انت لو حركت البيت الاول وكتاب الله البيوت الثانيه كلها يقوموا جاريين. ابدا لهم ببيت بيتين بلهم وهم نايمين، ولو لقيت لك جنجويدي في بيت جوا تعال زاني انا، ازاني انا بدون رحمه، تعرف بدون رحمه ضربه كده تخلي امه لا اله الا الله في جنوب افريقيا تصحى. بيت واحد يكون نموذج وعبرة وكتاب الله، دي الأجبن خلق الله، تاني ما فيهم واحد ينوم بالليل، ما فيهم جنجويدي تاني يخمد عيونه بالليل. أعمل نموذج صغير، جرب نموذج صغير في سنجة، أول بيوت طرفية فيها جنجويد، بيوت واضحة والدنيا عارفاها وكمية كبيرة، قل لهم بسم الله الرحمن الرحيم وبلهم بلا ما يطلع فيه نفخ النار. لو لقيت تاني جنجويدي نايم جوا بيت تعال زعلنا. ديل بيدخلوا جوا البيوت ليه؟ عشان خايفين من الموت، عشان عارفين انك ما بتضرب، وعارفين انك ما بتهاجم ولا بتضرب جوا البيوت. اصي هم بيقعدوا برا ما بيقعدوا، ما جوا بيدخلوا البيوت، انت اديهم فرتق لهم بيت واحد وتاني ما بتشوف لك واحد قاعد جوا. دي الحقيقه. جبل اولياء ما دايرين، والله يتبني احسن منه، ما دارينه. جيشك الان عندك مسار فاتح بحري، عندك مسار فاتح بحري، وبهناك حطاب، لازم بحري وحطاب ويشند يتقدم. انت دار احلى من كده شنو؟ الناس دي الان ما في شرق النيل الليله واحد بهناك والله مرسل رساله
قال لا في ارتكاز ولا في ينجوي ولا في، الارتكازات كلها ما في، بح ارتكازات ما في، الناس الجوه متى؟ قالوا ما في ينجوي، ده الناس اللي كانوا قاعدين جدعوا هدومهم، هدومهم شالوهم اللصوص وجدعوها وقاعدين بالملكي ومرصودين بالنساني قاعدين بالملكي، قاعدين كده عادي لابسين بنطلون وقميص ولابسين احجب طوالي في شنو؟ قسما بالله العظيم لو انت همك وطن وتبني دوله ارجع انا شايفك الليله راكبه التاتشر، وركوبك التاتشر ده معناته شغل، شغل زول الليله ما صلى نهايه، ودي الحقيقه، ركبتك للتاتشر دي معناته في شغل شيء تب، ان شاء الله شغلك ده يكون جوا القياده، انا حاسي انه في شغل وفي تغيير وفي وفي وفي، لانه ده ما كلام اللي حصل الليله ده بخطاب بتاع البرهان والشغل اللي عطى ويتلاقى ما بتلاقوا الا على خير، ياسر العطا البرهان ما بتلاقوا الا على خير، ما بتلاقوا الا على خير، الا في قلاشه كبيره جدا جدا لاولاد الحرام، الا في الليله قلاشه كبيره جدا جدا، قلاشه محتمره والشغله بقت واضحه، ما دار لا مترجم ولا دارين نقول لانه الجنجويدي ما بيفهم، ولا حنشرح لانه الحاصل شنو، ولا حنقول له في شنو، ولا حنوريك الحاصل شنو، لكن جاي قلاشه كبيره اثبت كان تحملها، وده الوقت المناسب عشان برهان يفتح جميع الطرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، صباح الخير عليكم وين ما كنتم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. الله يكون مشاركة في قناة لايف 24 والنصر للقوات المسلحة في كل مكان. أمس في تقدم كبير وانتصار كبير من القوات المسلحة في حي الدوحة، برضو في عاشرة برضو كانت القوات أمل خاص اشتغلوا شغل كبير جدا، من قوات أمل خاص في عاشرة، برضو في سالها برضو كانت شغل كبير جدا، من قوات أمل خاص فيها تمشيط طبعا، في حي سالها، حي الدوحة صحيح يعني استلام كامل لحي الدوحة. أمس كانت انتصار كبير جدا ومعارك كانت جدا، من قوات المسلح والجنجويد، وانتصار كان كبير جدا من قوات المسلح في حي الدوحة. برضو في سنجا صحيح سنجا يعني ما زال وتحرك طبعا كبير جدا من قوات المسلح، من عدة محاور وتقدم كبير من قوات المسلح في سنجا. برضو في سنار طيران صحيح أمس يعني كان ضرب كوبري وتحدادة، كوبري طبعا فيها كمية من مشاكل بتواجه قوات المسلح، وكوبري طبعا أمس انجغم لأنه دي أحسن شيء، ونتمنى ان شاء الله قريبا اجلا ان شاء الله كوبري جبل اولياء برضو يكون نفس الكذلك، النصر للقوات المسلحة في كل مكان. في جبل مويه صحيح برضو كانت تقدم كبيرة من قوات المسلحة، وبرضو محاصر لانه جبل مويه دي محاصر ما زال زي جيلي برضو محاصر، وجبل مويه لسه ما زال وفيها كمية من قوات المسلحة، وصحيح يعني القوة دي يعني كلها متركنة وموجودة في داخل جبل مويه، لكن لسه النتيجة ما زال ونصر قريب إن شاء الله. إما السوكي ودندر وسنار مؤمن تعامين كامل من قوات المسلح، والنصر للقوات المسلحة في كل مكان. صحيح طيران كانت أمس يعني اشتغل شغل كبير جدا في سنجا، ضرب طبعا كمية من ارتكازات الجنجويد طبعا في سنجا، ونصر قريب إن شاء الله، والنصر للقوات المسلحة في كل مكان. تحياتنا شباب، شكرا لكم ولقدام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.